يقول: ما المشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت؟ فنحن نرى بعض الأشياء عند دفنها كالتكبير أو التحميد أو التشهد جماعية. هذا من البدع المحدثة، لا يجوز التكبير ولا التحميد ولا التسبيح عند دفن الميت، وإنما يدفن ويدعى له بالمغفرة من غير رفع صوت. وإذا فروا من دفنه وسووا التراب عليه يقفون على قبره ويسألون الله له التثبيت ويستغفرون له بدون صوت جماعي وبدون يعني تشويش على الحاضرين. نعم.